بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين وهين وهين، مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. لغوب النصب، أطوارا طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره، عدا طوره أي قدره. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. طبعا قوله ليتني لم أقم، يعني عمران بن حسين كان جالس في هذا الحديث، هو الذي رواه، يقول: لما حدث النبي جاءني رجل قال ناقتك افتلتت، يقول: فركضت وراء الناقة خلف الناقة، فلما أمسك بها رجع قال: ليتني لم أقم، حتى أسمع حديث بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، مرتين. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، أن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني، وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبإسناد شيخنا إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء، سمكها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأذنت سمعت وأطاعت، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى، وتخلت عنهم، طحاها دحاها، الساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. هذه كلها تفسيرات من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذه كلها تفسيرات، يعني في بداية الأبواب يفسر بعض كلمات القرآن الكريم. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن الحارث عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة،
اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حقه في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أنه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الأرض دائما في القرآن الكريم تذكر واحدة، والسماوات تذكر 7، أما الأرض تذكر واحدة، إلا في قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فذكرها أنها 7 مثل السماوات. وفي هذا الحديث الذي هو: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فدل على أن الأراضي 7 كما أن السماوات 7، واختلف في هذه 7 الأراضي أين تكون، فهذا أمر غيبي الخوض فيه لا معنى له. المهم أن نؤمن أنها 7 أراضين كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم 3، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس: هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، والأنام الخلق، برزخ حاجب. وقال مجاهد: الفافة ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا مهادا، كقوله: ولكم في الأرض مستقر، نكد قليلا. قال رحمه الله: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب، مثل شهاب وشهبان. ضحاها ضوءها، أن تدرك القمر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثا، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر وندري كل واحد منهما. واهية وهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتيه، كقولك: على أرجاء البئر. أغطش وجن أظلم. وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها. والليل وما وسق، جمع من دابة. اتسق استوى، بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار. يقال: يولج يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، البعض الآن يشكك، يقول: الشمس كيف هي إذا غربت من هنا أشرقت في مكان آخر، فمتى تذهب وتسجد؟ نقول: لا يلزم أنها تذهب وتسجد يعني بحيث أنها تغادر مكانها، لكنها تسجد لله، وهذه أمور غيبية لا نراها ولا نعلمها، لكن نؤمن بها، نصدق الله تبارك وتعالى في كل ما يقول،
ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. فإذا قال إنها تسجد نقول تسجد، وقال تستأذن تستأذن، حتى يأتي اليوم الذي تغرب فيه الشمس ثم تريد أن تشرق، أي من مكانها، قال لها لا، حتى تشرق من مغربها، تشرق من مغربها. وهذه علامة من علامات الساعة، وهي من علامات الساعة الكبرى، أن تطلع الشمس من مغربها بدل أن تطلع من مشرقها. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، أي إلى أن يأتي اليوم الذي يقال لها يكفي، اطلع من المغرب، فتطلع من المغرب ويكون بعد ذلك يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. نعم، في رواية عند الطبراني: مكوران في النار، أو ثوران مكوران في النار، والبعض يقول ما ذنبهما، يعني الشمس والقمر مطيعان، لماذا يلقيان في النار؟ أولا يعني الشمس والقمر إذا ألقيا في النار إيش المشكلة؟ يعني حطب جهنم في يعني نار تلظى اللظى والشرار، وهذا كله في النار، هذا ليس عذابا بالنسبة لهذه الجمادات. واحد يقول حرام عليك ليش تحرق الخشب مثلا ولا الفحم، لماذا تحرقه بالنار؟ هذا وضع لهذا. فأما الزيادة قضية مكوران في النار هي لا تثبت حقيقة، لا تثبت، ولكن مكوران ثابت، هذا إذا الشمس كورت، هذا نص القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري. أما مكوران في النار فلم يثبت كحديث، لكن إن ثبت فأمره سهل يعني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. نعم، هذه فائدة قوله فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أن صلاة الكسوف لا تصلح، وأنه ستنكسف الشمس لكن لا ترى، لا يرى هذا الكسوف، أو يخسف القمر فلا يرى، هذا ما يصلح هذا. وإنما الصلاة صلاة الكسوف، صلاة الخسوف إنما تكون إذا رأيت، إذا كان لا ترى إلا مثلا يقول لا ترى إلا في بلاد معينة، وهنا لا ترى، ما في صلاة كسوف، وإنما صلاة الكسوف إذا رأيت، ليس المقصود كل شخص بعينه يرى، لكن في البلد الذي أنت فيه رأى الناس كسوف الشمس أو كسوف القمر يكون الصلاة. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. باب ما جاء في قوله: وهو الذي أرسل الرياح بشرا نشرا بين يدي رحمته. هذه قراءة، بشرا ونشرا قراءة. نعم. قاصفا تقصف كل شيء، لواقح ملاقح ملقحة، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، صر برد، نشرا متفرقة. قال حدثنا آدم
حدثنا قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نوع من الرياح الصبا هي الرياح الشرقية، الرياح تأتي من الشرق لها الصبا، ونصر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق. والدبور هي الريح الصرصر غربية، هي الريح الصرصر، وهذه التي أهلكت بها عاد، ريح صرصر عاتية. نعم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الآية. نعم، يعني النبي كان إذا رأى الغيم قد أطبقت السماء به خاف صلى الله عليه وسلم، صار يقبل ويدبر، يعني في ربك في البيت. فسألته عائشة قالت: ماذا؟ إشار له إلى الغيم، يعني قال يعني أخشى أن يكون يعني كما قال فلما رأه عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد. فيقول أخشى أن تكون ريح عذاب، فإذا أمطرت السماء هان الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الملائكة. وقال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء وجاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت يوسف فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكى؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. فقيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل عليه السلام، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول،
في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت من بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 5. فقال مثله، قلت: سلمت بخير. فنودي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. نعم، في هذا الحديث طبعا مسائل كثيرة جدا، لكن ليس هذا مقصودنا في قراءة الصحيح. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، مرة لما كان عند حليمة السعدية في صغره صلى الله عليه وسلم، وهو السبب الذي لأجله ردته إلى أمه، والثانية هذه وشق من النحر إلى مراق البطن إلى آخر البطن شق، ثم غسل قلبه بماء زمزم صلى الله عليه وسلم، ثم كان المعراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أول الإسراء لكن لم يذكر هنا، إلى بيت المقدس، ثم المعراج إلى السماء تلو السماء، فأتى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وهنا هذه معجزة عجز الله بها الخلق جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. بعض أهل العلم يرى أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود: فإن الرجل منكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يقول أن هذا من كلام ابن مسعود، وبعضهم يرى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرى أنه مدرج يعني قاله ابن مسعود، وبعضهم يرى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر والعلم عند الله أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الذين يكذبون هم الكهان، وقيل إن الجان، على كل حال هم يعني أهل كذب كلهم، يعني الجن والشياطين الجن والكهان. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مر عمر
في المسجد وحسان ينشد، فقال كنت أنشد فيه وهو وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. طبعا هنا مختصر الحديث أن عمر أنكر على حسان أن ينشد في المسجد، فقال له حسان أنشدت وفيه من هو خير منك، وهذا في خلافة عمر، يقصد أنشدت وفيه من خير منك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم، زاد موسى موكب جبريل. طبعا هذه كلها الأحاديث تشوفونها مختصرة غالبا، لأن البخاري أراد فيها فقط الشاهد وهو ما ذكر من الملائكة، يعني كل ما ذكر عن الملائكة في الأحاديث جمعها في هذا المكان. نعم. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلو هلمة. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. نعم. أي فل يا رجل، يعني يا رجل لا توى عليه أي لا غضاضة عليه أن ينادى من باب، لكن أبو بكر كان يسأل هل ينادى أحد من كل الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون أنت. وكما قلت اختصره البخاري هنا لأنه أراد ذكر خزنة الجنة فقط. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة رحمه الله ورضي عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي ما ترى جبريل لكن النبي يرى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر حا قال وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير رضي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود أو أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه. وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة، قال سمعت بشير قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذي باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ملائكة في السماء قالت آمين أيضا. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره. نعم الرقم اللي هو الشيء اليسير الرقم هو الشيء اليسير. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه أنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تساهل الناس اليوم في قضية الصور والكلاب للأسف يعني في طرد الملائكة من بيوتهم فكثرت الكلاب وكثرت الصور في البيوت وهذا كله يعني يؤدي إلى أن لا تدخل الملائكة هذه البيوت والبيوت التي لا تدخلها الملائكة تدخلها الشياطين ولا تجدون المشاكل والصراعات والعقوق وغير ذلك من الأمور في البيوت بسبب عدم دخول الملائكة المباركة إلى هذه البيوت دخول الشياطين فيها والله المستعان. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له ورحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني
عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك قومك إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يقصد الأخشبين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، يعني يقصد أهل مكة، لأنه هم الذين اضطروه إلى أن يذهب إلى الطائف وأن يلاقي ما يلاقي في الطائف. وفي عودته إلى الطائف من الطائف إلى مكة جاءه ملك الجبال وخيره فيما يريد منه أن يصنع بقومه أي قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته ورأفته قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، ليسوا هم، من أصلابهم من يوحد الله وحده سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن رأى جبريل في صورته، وخلقه ساد ما بين الأفق. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وقال: حدثني موسى قال: حدثنا جرير قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجؤثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: الرجز الأوثان. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة
قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزاق كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم قطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك السرور. وقال الحسن النضرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية حديدة الجرية يعني سريعة الجرية يقول فلان حديد يعني قوي سريع أو دائما الحديد بمعنى يعني القوة فحديدة الجرية سريعة الجرية. نعم. غول وجع البطن ينزفون لا تذهب عقولهم ينزفون ولا عندك ينزفون هي على كل حال جاءت في القرآن ينزفون وينزفون والمقصود يعني لا تذهب عقولهم يعني خمر لا تسكر خمر لا تسكر. نعم. وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا وكواعب نواهد الرحيق الخمر التسنيم يعلو شراب أهل الجنة ختامه طينه مسك نضاختان فياضتان يقال موضونة ختامه طينه مسك لأنه ختامه مسك يعني يقصد طينه مسك. نعم. ختامه طينه مسك نضاختان فياضتان يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الأذن موضونة منسوجة منه وضين الناقة هنا. يقال موضونة منسوجة ومنه وضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة. هذا بالنسبة للنساء يعني. نعم. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان الرزق والمنضود الموز والمخضود الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له والعرب المحببات إلى أزواجهن ويقال مسكوب جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض لغوى باطلة تأثيما كذبا أفنان أغصان وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب مدهامتان سوداوان من الري. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فاقرأوا ما شئتم، هذه إدراج من أبي هريرة. فاقرأوا إن شئتم هذه إدراج من أبي هريرة بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأوا إن شئتم، نعم تأكيدا لما قاله النبي صلى الله ربي وسلامه عليه. نعم. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. نعم، مجامرهم الألوة المبخر نفسه، المبخر هو بخور، المبخر الذي يستعملونه هو نفسه بخور، ألوة البخور. وهذا يعني الذي يعني يقرأ هذه الأشياء حقيقة، يعني ما في الجنة من نعيم، إن كان عاقلاً يزهد في هذه الدنيا. ما هذه الدنيا تنتصار عليها، تقاتل عليها على 1000 دينار أو أقل أو أكثر، على زوجة أو على منصب أو على أرض أو على هذه الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان يعني العود، ورشحهم المسك. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب. نعم، بعض الناس يقول والنساء ماذا لهن؟ الأصل أن نعيم الجنة مشترك للرجال والنساء، ولكن يبقى أن التكريم عند الله تبارك وتعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كان الإنسان أتقى رجلا كان أو امرأة كانت درجته أعلى. وأما بالنسبة للحور العين فهذه خصوصية للرجال، والمرأة لا في الدنيا ولا في الآخرة ما ترضى أن يأتيها أكثر من رجل، لكن الرجل في الدنيا وفي الآخرة لا مانع أن يكون عنده أكثر من امرأة. فلا ينبغي للنساء أن يحزننا أو تثار هذه الشبهة أنه لماذا للرجال حور عين والنساء ليس لهن حور عين. النساء ما تريد هذا، لكن يشتركنا في كل نعيم الجنة، في الولدان المخلدون وفي الفرش والطعام وغير ذلك من الأمور، إلا النساء فهي لا تشترك معها. ونساء الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ذكر أكثر المفسرين أن هذه في نساء الدنيا، هن الذين أنشأنا إنشاء كنا أجمل من الحور العين. نعم. وقال حدثنا محمد بن بكر ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن من أمتي 70 ألفا أو 700 ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وقال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طبعا بعض الناس قد لا يتصور مثل هذه الأشياء، هي فعلا تتصور، لأنه كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجاء فيه حديث قدسي أن الله يقول لموسى عليه الصلاة والسلام أولئك الذين أردت أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. فلذلك هذه الأمور غيبيات نؤمن بها ونصدق بها ونشتاق إليها، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني يعني شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وليس النبي إبراهيم. نعم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة، فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. باب صفة النار وأنها مخلوقة. وغساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره حاصب الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة، صديد قيح ودم، خبت طفئت، تورون تستخرجون، أوريت أوقت، للمقوين للمسافرين، والقيء القفر،
وقال ابن عباس المقوي تطلق على المسافر، تطلق على أرض القافرة التي ليس فيها أحد. نعم، القي يعني الأرض القافرة التي ليس فيها أحد. نعم. وقال ابن عباس صراط الجحيم سوائل الجحيم ووسط الجحيم لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم، زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف، وردا عطاشا، غيا خسرانا. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار، ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، مارج خالص من النار، مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط، مرج البحرين مرجت مرجت دابتك تركتها. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني عذاب جهنم ليس مختصا بالحر، قد يكون البرد الشديد أيضا من عذاب جهنم وهو الزمهرير، أعاذنا الله إياكم من ذلك. نعم. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، شك همام. وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. نعم، أراد أن يقول يعني أن جل الحديث جاءت بالماء وليس بالتخصيص ماء زمزم، يعني إن كان ماء زمزم فهو ماء مبارك، وإن كان زمزم غير موجود فإنه تبرد بأي ماء. نعم. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا، إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. يقصدون بفلان، مالك لا تكلم فلان، يقصدون عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد: ويقذفون يرمون دحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مدحورا مطرودا، ويقال مريدا متمردا، بتكه قطعه، واستفزز استخف بخيلك الفرسان، والرجل الرجالة، واحدها راجل مثل صاحب وصحب، وتاجر وتجر، لأحتنكا لأستأصلا، قرين شيطان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يفسر بعض الآيات أو الكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى بحسب اللغة العربية، وهذه كما نبهنا عليها كثيرا، هذه مع صحيح البخاري وليست من صحيح البخاري، حيث إن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جمل صحيحه بالأبواب والكتب، ويعني عناوين الكتب وعناوين الأبواب، وبشرح بعض الكلمات خاصة في القرآن الكريم، وذكر المعلقات عن بعض الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. كل هذه يعني زيادات على الصحيح، لا تعد من الصحيح، فلا يقال أخرج البخاري فلا يبتكن ليقطعن، هذه ليس لا تعتبر من الصحيح، وإنما هذه آراء البخاري، كلمات البخاري نفسه رحمه الله تعالى، وإنما الذي يقال منه صحيح البخاري هو ما فيه حدثنا المسند، هذا هو صحيح البخاري، وإنما هذه إضافات. وإذلك كان ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، يقول صحيح مسلم ليس فيه إلا الصحيح، ما فيه أي إضافات، البخاري فيه إضافات، يقول لا نريد إضافات له، نريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم صحيح مسلم من هذا الباب، لا من حيث الصحة، ولكن من حيث إنه ليس فيه إضافات كما أضاف البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن إضافات البخاري رحمه الله تعالى فيها من النفع الشيء العظيم الذي استفادته الأمة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الليث، أيضا هذا جاء موصولا في مكان آخر ذكره الحافظ بن حجر أنه ظاهره التعليق، وكان موصولا في طريق آخر ذكره البخاري رحمه الله تعالى ومسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر، وهذا كما ذكر المازري لا ينكره أحد من أهل السنة، وإنما ينكره أهل البدع المخالفون، هم الذين ينكرون أن السحر وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر عرض من الأعراض ومرض من الأمراض يصيب الأنبياء كما تصيبهم الأمراض، وقال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، انتهى كلام المازري، لكن وقال الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا السحر قد وقع على موسى عليه الصلاة والسلام ويقع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع أن يقع السحر على نبي من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا لا يعارض عصمتهم كما أن الأمراض تصيبهم ولا يعارض عصمتهم، والقتل يصيبهم ولا يعارض عصمتهم، والأذى يصيبهم ولا يعارض عصمتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين.
وهذا السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله منه جل وعلا، كان يخيل إليه أنه يفعل شيء ولم يفعله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تقول عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلن الله أفتاني في أمري، يعني جاءني رجلان وهما جبريل وميكائيل، فجلس أحدهما عند رأس النبي وجلس الآخر عند قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، فصار يتكلمان ويسمعان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما للآخر ما باله؟ قال مطبوب، مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال بما؟ قال بمشط ومشاطة، وفي رواية بمشط ومشاقة، يقال مشط ويقال مشط، والمشاطة اللي هي الشعر التي يسقط في المشط، يعني أخذ المشط وفيه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، أو مشاقة، والمشاقة في بعض روايات الصحيح مشاقة هي المشاطة نفسها الشعر الذي يسقط من الرأس، فأخذه وصنع به سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحد الملكين للآخر وأين هذا السحر، أين ألقي هذا السحر؟ قال في بئر دروان، وهو بئر في المدينة، وهذه البئر يعني نتنة تلقى فيها الحيض وغير ذلك، نتنة غير مستعملة، لا لا يؤخذ منها الماء ولا شيء، بئر مهجورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى ذلك المكان وهو بئر دروان، فإذا الأشجار التي حولها كأنها رؤوس الشياطين يعني مهملة. فقالت له عائشة هل أخرجت السحر؟ قال لا، شفاني الله تبارك وتعالى منه. والأصل أن يخرج هذا السحر ويفك مع قراءة آية الكرسي أو غيره أو معوذات أو غيرها، ويفك هذا السحر ويذهب ولله الحمد والمنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله دون أن يحتاج إلى فك هذا السحر. ثم أمر بردم البئر فردمت هذه البئر التي وقع فيها أو ألقي فيها السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عفوا. قال وجف في طلعتي ذكر، أي الجف مال النخل اللي هو اللقاح مال النخل، هذا جف في الطلعة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إن إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. نعم، قوله إذا أتى أحدكم أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا دعاء ينبغي لكل من أتى أهله أن يدعو به حتى يحمي الله تبارك وتعالى ذريته من الشيطان. وأما الحديث الآخر فهو إذا طلع حاجب الشمس، يعني في طلوع الشمس، لأن الشيطان يجلس عند مشرق الشمس، فهناك عباد الشمس يسجدون للشمس، والشيطان يضع رأسه هناك كأنهم يسجدون له، وكذا إذا غابت الشمس. فنهينا نحن عن التشبه بهؤلاء، فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وهذه من الأوقات المحرمة، هي 3 أوقات محرمة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاف الشمس في كبد السماء. وهناك وقتان آخران بعض أهل يرى أنهما
محرمة وبعضهم يرى أنها مكروهة، وهي بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها وبعد العصر إلى غروبها. فالقصد أنه عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس لا يجوز الإنسان يصلي حتى تبزغ، أي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وقدره بعض أهل العلم بأنه ربع ساعة تقريبا من الشروق يبدأ الإنسان يصلي، أما قبل ذلك لا يصلي، من الشروق إلى ربع ساعة ما يصلي. وكذلك الأمر بالنسبة للغروب، قبل ربع ساعة من غروب الشمس هذا وقت محرم، خاصة عندما تصفر الشمس شديدا حتى تكون قريبة من الحمراء، فإنه لا يصلي الإنسان في ذلك الوقت. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم، إذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة تمنعه بيدك، فإن استجاب هذا هو الأصل انتهى الأمر، إن لم يستجب وأراد أن يمر امنعه أيضا. قال: فإن لم يستجب، يعني أراد إلا أن يمر، قاتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود كما قال ابن عبد البر المقاتلة التي يظنها أنه يترك الصلاة ويتعارك معه، لأن هذا ينافي وضع الصلاة أنه سيتعارك مع الناس وهو في الصلاة، وإنما المقصود كما ذكر ابن عبد البر وغيره، المقصود ادفعه بشدة، ادفعه بشدة كأنك تقاتله. قال: إنما هو شيطان، يعني إنسي تلبس بشيطان، يعني كأنه شيطان. كيف؟ يعني حرصه على المرور بينك وبين سترتك هذا فعل الشياطين، هذا ليس فعل الإنسان الذي يخاف الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الإنسان يمنع كل من أراد أن يمر بين يديه وهو في الصلاة. نعم. قال: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. نعم، هو البخاري اختصر الحديث كثيرا، لأنه مراد البخاري هنا من هذا الباب هو ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشيطان. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. نعم، سلسلة الشياطين أي قيدت بالسلاسل، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فتاة أنه ما شعر بالتعب، إذ إن الله تبارك وتعالى تكفل له بعدم التعب حتى يصل إلى مقصوده، ولكنه لما تجاوز مقصوده نسيانا شعر بالتعب صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله: ما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، هذا من السنة، الإنسان إذا نسي الخير ما يقول نسيته وإنما يقول أنسيته، لأن نسي تأتي معنيين، تأتي معنى عدم تذكر الشيء وتأتي معنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركوا أمر الله فتركهم. وقال الله تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها وتترك. فإذا قال الإنسان نسيت
الخير كأنه يقول تركت الخير، فالأفضل يقول أنسيت أو نسيت بدل أن يقول نسيت، حتى لا يكون يعني ظاهره التعمد للأمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. نعم. وجاء في بعض الروايات أنه أشار إلى بيت عائشة رضي الله عنها، لأن بيت عائشة كان في جهة المشرق وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمخذولون قبحهم الله من الرافضة وغيرهم يقولون أن الفتنة بيت عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بيت عائشة فقال ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة، وهم قبحهم الله ما علموا أن هذا البيت هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هل يشير الرسول إلى بيته ويقول ها هنا ها هنا الخير والهدى والنور بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لبغضهم لأم المؤمنين عائشة يستغلون مثل هذه الروايات ليطعنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. يعني إذا ما عندك شيء تخمر به الإناء يعني تغطيه تغطية كاملة، لا أقل لو تضع عودا وتقول بسم الله فإن الله يمنع الشياطين من أن يلقوا فيه شيئا يؤذيك. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. نعم. قوله كان مسكنها في دار أسامة بن زيد، هي لا تسكن عند أسامة، هي أم المؤمنين بيتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد الراوي أن مسكن صفية بعد أن توفيت الآن يسكن فيه أسامة بن زيد، الذي يسكن فيه الآن أسامة بن زيد، لا يريد أن مسكن صفية مع أسامة، وإنما المسكن الذي يسكنه أسامة هذا كان بيته، هذا كان بيت صفية أم المؤمنين رضي الله عنه وبيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة زيد كان يسكن عند والده زيد بن حارثة ولا يسكن عند صفية ولا يسكن عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهما هنا سبحان الله يعني هل نشك فيك يا رسول الله مع هذه المرأة، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، يعني ممكن أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، قل ما هذا من هذه بعد أن تنصرف، لا تعال هذه صفية. ومن هذا أخذ أهل العلم الإنسان يبعد عن نفسه الغيبة فيشرح للناس ذلك، يعني كما قال النووي رحمه الله تعالى لما قال يعني إذا اشتد عطش الإنسان جاز له أن يشرب الخمر، يعني نقل البعض أنه يجوز شرب الخمر عند اشتداد العطش، يعني تكون من الضرورات، فقال النووي ولا يجوز أن تشرب الخمر لأنها أصلا لا تروي، لا تروي العطشان الخمر بل تزيده عطش مثل لما يشرب ماء البحر يزيده عطشا، قال الماء ماء الخمر الخمر لا تروي. ثم قال النووي ولم أشربها، يعني البعض يمكن لما يقول لا تروي يظن أن النووي يعني ضايقها وعارف عنها، قال ولم أشربها ولكن حدثني من كان يشربها، فأبعد عن نفسه الغيبة حتى لا يتهمه وحش دره أن ما تروي، قال نقل لي أحدهم. وهكذا الإنسان يحاول قدر ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الغيبة. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون؟ يعني هذا يعني بعضهم قال أنه منافق وبعضهم قال أنه أخذته الحمية وبعضهم قال غير ذلك لكن الشاهد أنه ليس كل الناس إذا نقل لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا هذا اعترض قال له النبي يقول قل أعوذ بالله قال ماني مجنون لست مجنون حتى أستعيذ من الشيطان ما فيني شيء من شدة غضبي حتى ما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذكره حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة سجد سجدتي السهو نعم الشيطان لا يعلم ما في قلب الإنسان لكنه يلقي الوساوس على الشيطان يلقي الوساوس على الشيطان الذي يعلم ما في قلب الإنسان هو الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا خاص بالله جل وعلا وإنما الشيطان يلقي الوساوس على الإنسان لتخطر على قلبه نعم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب الحجاب يعني حجاب حاجز لما قالت مريم عليها السلام أو أمها إني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم يعني أنك تحميها هي وذريتها مريم وعيسى ذرية مريم عليها السلام فكان الحجاب هو الحاجز الذي جعله الله تبارك وتعالى بين الشيطان وبين إيذاء عيسى عليه السلام نعم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام قالوا أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نعم يعني علقمة قال قدمت الشام فقلت في بعض الروايات قلت من خيركم هنا فقالوا أبو الدرداء فجاء وسأله فقال أنت من أين قال من العراق قال فيكم صاحب الوساد وفيكم الذي عصمه الله من الشيطان يعني عمار بن ياسر نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارا قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة نعم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أمر بالأمر أمر جبريل فجبريل يأمر به أهل السماء السابعة السادسة وهكذا حتى يصل السماء الدنيا ويتلقاه الملائكة بعضهم إلى بعض فالشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد
للسمع، فيصعدون إلى السماء يستمعون كلام الملائكة، فيأتون ويلقون إلى الشياطين الإنس وهم الكهان والعرافون والسحرة، فيأتون يقول لهم سيحدث كذا بعد يومين، سيحدث كذا بعد 3 أيام، لكنهم ما يصبرون، يكذبون معها كذبات كثيرة، فيصدق الناس هؤلاء الكهنة يظنون أنهم علموا الغيب لأنه أخبر قال بعد يومين سيحدث كذا، وفعلا حدث، وهذا من إخبار الله تبارك وتعالى للملائكة بذلك، ولكن الناس لا يعلمون، الله المستعان. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. نعم، التثاؤب من الشيطان، ولذلك الأنبياء لا يتثاؤبون صلوات ربي وسلامه عليهم، لأنهم معصومون من الشيطان. فإذا جاء الإنسان التثاؤب يغلق قدر ما يستطيع، يمسك أول شيء يمنع التثاؤب من الخروج، فإذا أبى إلا أن يخرج يضع يده يعني حيث خاصة ويكتم صوته، لأن بعض الناس لا قال يرفع صوته بهذا، يقول هنا يضحك الشيطان على ابن آدم، فالإنسان يكتم قدر ما يستطيع حتى لا يضحك الشيطان عليه. بعض أهل العلم أخذ منها إذا يستعيذ من الشيطان، وإذا كثير من الناس الآن إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب أنه يستعيذ لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يتخذها سنة أنها من أو يأمر الناس إذا تثاءب أحدهم أن يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يثبت، كما ثبت في العطاس مثلا الحمد لله، هذا نص من النبي إذا عطس أحدكم فليحمد الله، لكن ما قال إذا تثاءب فليستعذ بالله من الشيطان. نعم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. نعم، اليمان والد حذيفة مسلم وظنوه من المشركين فقتلوه الصحابة رضي الله عنهم، فكان حذيفة يصيح بهم هذا أبي هذا أبي على تقتلوه فقتلوه، يقول عروة ما زال في حذيفة بقية خير، بقية خير يريد أنه استغفر لمن قتل والده، قال غفر الله لكم يا قتلتم أبي، وما سبهم ولا لعنهم ولكن قال غفر الله لهم. وفي معنى آخر ذكره بعض أهل العلم فما زالت فيه بقية خير أي ما زالت فيه بقية حزن على أبيه من ذلك، لكن لم يصنع شيئا يعني يظهر من خلاله حزنه رضي الله عنه عن أبيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وإذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا رأى أي شيء في المنام يبحث عن تفسيره ويسأل المعبرين، هذا خطأ، إذا رأيت شيئا يسرك لا بأس، لكن إذا رأيت شيئا يسوءك أو يحزنك فلا تخبر به أحدا فإنه لا يضرك. فإنسان يحذر، ونبهوا أهاليكم إلى هذا، خاصة النساء، لأن النساء أكثر من يسأل عن الرؤى والأحلام التي تكون في المنام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. نعم، بعض الجهلة هنا يقول يعني كيف النبي يقول ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يقول كيف يخص عمر بهذا والنبي يأتيه الشيطان وكذا. هذه الفضائل الخاصة لتكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل منهم صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي، وإنما هذه ميزات خاصة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الحديث كما سمعنا أنه النساء هبن من عمر أكثر من يهبن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني أن عمر أفضل من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الآية بخسا نقصا. وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سيحضرون للحساب، جند محضرون عند الحساب. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرف معدلا، صرفنا أي وجهنا. باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحياة أجناس، الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، ويقال صافات بسط أجنحتهن ويقبضن يضربن بأجنحتهن.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. نعم، اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين، وهو نوع من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان من الرأس إلى أسفل، هذا ذا الطفيتين. والأبتر أيضا نوع من الحيات لونها أزرق وقصيرة وبعضها ليس لها ذيل، وهذه الحيات وهي خطيرة جدا، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يطمسان البصر ويسقطان الحبل. اختلف أهل العلم في معنى يطمسان البصر ويسقطان الحبل، فقال بعضهم مثل العين في الإنسان، العين الحارة في الإنسان كيف تؤثر، كذلك هذه الحيات سبحان الله تؤثر في البصر وتؤثر في الحبل، الحمل يعني الحبل هو الحمل، يعني تسقط المرأة حملها إذا رأت هذه الحية، يعني مثل عن طريق العين الأرواح الشريرة كما يقال. طيب، والمعنى الثاني أنها ترسل سماً، السم الذي فيها يؤدي إلى إسقاط الحبل اللي هو الحمل، ويؤدي إلى ذهاب البصر، والله أعلم. نعم. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح: وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. نعم، العوامر اللي هي الحيات التي تعمر البيوت يسمونها عوامر، عندنا في الكويت كانوا يسمونها الجارة، وفي بعض البيوت قديما في الكويت كما يحدثنا، ما لحقنا على أتلى شيء يعني، كنا صغارا في ذلك، لكن حدثونا أنه أحيانا يكون في البيت حية أو شيء يسمونها الجارة، وهي العوامر، وهي عادة تكون جن متلبس بصورة حية، وهي لا تؤذي أهل البيت، يسمونها الجارة. فحتى إنه ذكر لي أحدهم أنه كانت عندنا حية في البيت جارة، يقول وجاءت وألقت ترابا في القدر، يعني الأكل، كيف حملته ما أدري بذيلها أو شيء، فالمهم أفسدت الطعام علينا. فقالوا: كيف كذا؟ فقالوا: إنها ظنت أنها فقدت أولادها، فظنتنا أساء إليها بأخذ أولادها، ثم ظهر أنه يعني وجدت أولادها، وكانت قد وضعت السم في الطعام، يعني رمت سما في الطعام، فلما وضعت التراب حتى لا يأكلوا من هذا الطعام، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن هذه الحيات العوامر الجارات قد تسكن في البيوت، وإذا في الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الغزو فشاب دخل على أهله فوجد أهله عند الباب فاستنكر ذلك ورفع عليها الرمح، يعني كيف تخرجين عند الباب كذا، فأشارت إلى البيت فدخل فإذا ثعبان على الفراش فطعنه بالرمح فالتف الثعبان عليه فقتله، فيقول: لا ندري أيهما مات قبل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في هذه البيوت عوامر، فإذا دخل أحدكم البيت ورآها فليأمرها يعني بالخروج. وعادة أكثر ما يتمثل الجن بالحيات، يتشكل الجن بالحيات، تكون هذه يعني جن تشكلت بصور حيات، والله أعلم. نعم. قال: باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. نعم، الفتنة من المشرق، وسبحان الله المشرق خرج منه فتن كثيرة جدا، جهة المشرق ومنه أي من المشرق يخرج الدجال ويأجوج ومأجوج، وكثير من الفرق المنحرفة خرج من جهة المشرق سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل وهم الفدادون، والفداد أو الفدادون هم الرعاة والجمالون، هذا فيهم قسوة في قلوبهم، وذلك أن الجمال نفسها فيها قسوة وتحتاج يعني من رعاتها أن يكونوا شديدين معها بخلاف الغنم سهلة سمحة، فهذه الحيوانات تؤثر في أهلها تؤثر فيها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنم، وقال أيضا السكينة في أهل اليمن، والغلظة في مضر وربيعة. لماذا؟ قال لأن أهل اليمن أهل غنم، مضر وربيعة أهل الإبل، فدائما أهل الإبل أهل الإبل يكفيهم الغلظة فيهم شدة سبحان الله تأثر فيهم حيواناتهم هي الإبل، بينما أهل الغنم تجفيهم السكينة والرقة لتأثير الغنم فيهم سبحان الله. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. طبعا ربيعة ومضر هم أولاد عدنان، والرسول من مضر صلى الله عليه وسلم، وأكثر قبائل العرب اليوم يعني إما من ربيع وإما من مضر، أكثر قبائل العرب إما من ربيع وإما من مضر، هؤلاء اللي هم العدنانيون. أما القحطانيون فيرجعون إلى القحطان لا لربيع ولا لمضر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ نعم. أبو هريرة رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى أين ذهبت، يعني فيقول النبي ولا أراها إلا الفأر، يعني مسخت، يعني هذه الأمة فقدت أي مسخت وصارت يعني مسخت إلى الفأر. وكعب يقول لكعب الأحبار يقول لأبي هريرة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
عاد عليه أنت سمعته مرة يعيدها كذا مرة فقال أتراني أقرأ التوراة يعني أكيد سمعتها ما 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 أخذته من كتبكم من التوراة وغيرها وقال التوراة لأن التوراة هي التي فيها هي المعتمدة عند اليهود والنصارى التوراة بأسفارها الخمسة فالقصد أن هذا النبي قال أراه الفأرة ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمسخ النسل الممسوخ ليس له نسل إن حتى إذا مسخت أم من بني إسرائيل إلى الفأر أو إلى القردة أو الخنازير الممسوخ لا يكون له نسل فالفأرة الموجودة حاليا ليست من المسخ لأنها ليست لها نسل في الأصل المسوخ نعم قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير ابن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ الأوزاغ الوزغ اللي حنا نسميه برعصي وبعضهم نسميه البعرص أو شيء مصر إيش سمونه الوزغ برص البرص اي عشان شي يقول حبك برص عاد ما يحب البرص ما ادري عنه هذا بيدعون على احد يقولون حبك برص اي نعم قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فانه يطمس البصر ويصيب الحبل تابعه حماد بن سلمة قال أخبرنا أسامة بعضكم عندهم يلتمس البصر ها يلتمس إيه رواية نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذاك سلخ حية يعني الحية عندما تبدل جلدها وجد الجلد معناته في حية فبحث عنها ثم أمر بقتلها هذا فكان في أول الأمر ثم نهى عن ذلك نعم قال فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها قل جنان البيوت هي الجارة هي العوامر كلها واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري قال باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة نعم وفي رواية والحية أيضا أمر بقتلها صلى الله عليه وسلم من الفواسق أيضا والحدأة طير يشبه الغراب يسمونه الحداية وهي تأخذ حكمه نعم والغراب هو الغراب الأسود وليس الغراب الأبيض إنه الغراب الأسود نعم
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن للشياطين. نعم، الفويسقة المقصود بها الفأرة، وأطفئوا السراج لأن كان سراج من نار شعلة، فتسقطها الفأرة لأنها فويسقة كالغراب سبحان الله مفسدة في الأرض. وذاك يقولون ثلاث من طبعهن الفساد: الفأرة والبربر والجراد، يعني مفسدة في الأرض، فلذلك يعني يؤمر بإطفاء السرج عند النوم، والنار نفس الشيء اللي هي الدوة أو غيرها. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. رطبة يعني رطبة يعني حديثا الآن نزلت سورة المرسلات. نعم. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال: حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. وقال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا خشاش الأرض النبت الذي يكون على الأرض أو الأشياء التي يلقيها الناس على الأرض يقال خشاش وخشاش وخشاش، يقول الخاء مثلثة، يعني يجوز فيها الرفع والفتح، الرفع والنصب والجر كلها يصح فيها. نعم. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وهذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن إنسان لم يشرب هذا الماء أو لم يغمس الذباب لا شيء عليه، لا يقال أنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر أمر إرشاد ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبابة إذا سقطت تسقط على جنب وتضع جناحها الذي فيه الداء، فإذا أردت أن تشرب لا تشرب بإخراج الذبابة فقط، لكن اغمسها أولا حتى يدخل جناح الدواء مع جناح الداء فيذهب الدواء الداء ثم اشرب إذا شئت. لكن لو أن إنسان مثلا إذا وقعت الذباب ما شرب كره ذلك لا شيء عليه، لا يقال من السنة شرب هذا الماء لأنه أو العصير أو الشراب أو الشوربة أي شيء، لا يقال من السنة أنك تغمس وتشرب، لا، إذا كره الإنسان لا شيء عليه، ولكن لا يشرب قبل أن يغمس حتى لا يتأذى من الداء الذي وضعته الذبابة بإسقاط أحد جناحيها، وإنما يغمسها ثم له أن يشرب. وقال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش،
فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. امرأة مومس يعني اعتادت الزنا، وغفر الله لها لما سقت هذا الكلب، نزعت حذاءها ثم ربطته بملفعها بغطاء رأسها ثم أنزلته إلى الماء فأخرجت الحذاء وقد حمل بعض الماء، فسقت هذا الكلب فغفر الله لها بذلك سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه كانت مسلمة مؤمنة لكن عاصية مرتكبة لكبيرة وهي الزنا، فغفر الله لها بهذا الصنيع مع كلب بهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا، قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. هذا في أول الأمر لما دخل المدينة، لما كانت الكلاب كثيرة وتؤذي الناس أمر بقتلها، ثم قال ما لكم ولها، يعني خلاص يكفي، انتهت المشكلة التي كانت، فنهى عن ذلك بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة. نعم. وذلك ينبغي الناس أن يهتموا بهذا الأمر، ولا يجوز اقتناء الكلاب الآن، كلاب الزينة وغير ذلك، يضع الكلب في البيت، فإن هذا يعني ينقص من أجره كل يوم قيراط. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فالناس تحذر من هذا الأمر وهو إدخال هذه الكلاب إلى البيوت. وتساهل الناس في هذا اليوم كثيرا حتى صارت الكلاب تنام معهم في فرشهم والعياذ بالله، وهذا كله من جهل الناس وبعدهم عن شريعة الله تبارك وتعالى. فعلى الآباء والأمهات أن يمنعوا أولادهم من اقتناء الكلاب، وإلا إذا كانت لهذه الأمور الثلاثة وزاد أهل العلم رابعة. أما الأمور الثلاثة فهي أن يكون كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب صيد، هذا الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا يجوز. واستثنى أهل العلم كلب الحراسة إذا كان يحتاج إليه، إذا كان يحتاج إليه قالوا كذلك يجوز، أما غير ذلك فالأصل أنه لا يجوز اقتناء الكلاب خاصة في البيوت. نعم.